صورتيه طول الشهر. اول مشاركه معانا هي جيجي سعيد اللي جاوبت على سؤالنا ايه اللي تربيتيه في مامتك ومش موجود دلوقتي. جيجي سعيد بتقول الصداقه والصدق ده خلاني مش بكذب ومش بخاف وعندي ثقه في نفسي وبعمل كده مع اولادي وجوزي، والحمد لله جوزي صديقي جدا بقى لنا 17 سنه زواج وحب ما شاء الله يا حبيبتي. وبتقول ان السبب امي شقيت قوي قبل ما ابي يتوفاه الله، وحتى بعد ما مات بقول لها 12 سنه ام واب، جوزتي اربع بنات وعندها الله اكبر 12 حفيد وحفيده ما شاء الله الله اكبر. واضح بقى ان هي شايله حفيدتها هنوت في الصوره دي. عندها كمان ولد ربنا يهديه مش بيكلم امي بقاله سنين كتير برغم من انه في نفس البيت حوالينا، حاولنا معاه كلنا بس للاسف نفسي يكلمها، وانا متاكده انها هتكون اعظم هديه بالنسبه لامي. حبيبتي ربنا يخليكي لينا ويهدي احمد اخويا. احمد يا احمد ما ينفعش، والدتك ما ينفعش يا احمد، ارجوك اجري عليها وبوس ايديها وبوس راسها وبوس رجليها قبل فوات الاوان، قبل ما تندم، قبل ما الرحمه تروح من الدنيا بسبب غضبها. ورده العمر صوره جميله مع ماما، بتقول انا نفسي تنزلي صورتي مع ماما. طبعا نزلناها اهي، هي تعبت علشاننا كتير قوي وهي طول عمرها شغاله وتعبت علشان تربينا احسن تربيه. بابا سابنا وانا عندي 3 سنين وهي كل حاجه في الدنيا ليا انا واخويا. انا نفسي اعمل لها حاجه علشان عمرها اللي ضاع علشاننا، طول عمرها بتمسح البلاط علشاننا انا واخويا، وهي دلوقتي كبرت عندها جلطه في المخ وربنا يشفيها يا رب العالمين. ويا ريت تشوفوا الصوره اهي، صوره ماما منوره الدنيا والطيابه والجمال والحنيه على ملامحها، وانت ان شاء الله تطلعي زيها يا حبيبتي. عندنا كمان الاء الدراهيمي، ماما حبيبتي اطيب قلب في الدنيا، ربنا ما يحرمنا منها ويبارك فيها، وكل سنه وهي منوره حياتنا يا رب يا امي. ام هاشم محمد المحمودي محمد معالي، ربنا يخليها لك يا رب. مين فيهم ماما؟ الثلاثه صغيرين ويجننوا كده، مين فيكم ماما؟ انا مش عارفه، ببص على الصوره مش عارفه. ربنا يخلي لنا كل امهاتنا يا رب العالمين.